Welcome everyone, how are you? This is our live YouTube channel. نرحب بكم جميعا أعزائنا، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ابتداء الفصل الدراسي الأول 2024-2025. نحن كثير مبسوطين معاكم وكلماتكم المشجعة لنا دوما، وأكيد بندعوكم أن تفعلوا الجرس عشان يصلكم كل الإشعارات أيضا بجميع الفيديوهات التي تحمل تباعا على مناهجنا. نرحب بكم جميعا ونبلش مع بعض يا سابع بمنهاج تيم توجذر، منهاج اللغة الإنجليزية للمدارس الحكومية والخاصة في الأردن. إذا نبلش مع بعض في lesson number 2 in unit number 1. أوكي، خلينا نشوف شو المطلوب منا. lesson number 2 مطلوب منا number 1 read and complete the sentences from the dialogue on pupils book page 10. Who said them? Write, then listen and check. طيب هلا هون في عنا كلمات we have to put them in their places، يعني عند كلمة do بدنا نعرف وين نحطها، وعند كلمة brilliant, visited, everything. Okay، نمسكهم ونحطهم في أماكنهم المناسبة. After that لازم نعرف مين هو الشخص اللي حكى هدول الجمل. How can we know that يا سابع؟ Through looking at this story in the student book. فإذا بدنا نرجع للstudent book ونشوف شو حكوا لنا هون في هذه عن هاي الستوري. طبعا نتذكر انه دانا she said what's up، حكت ماي هاي دانا، and so your blog you visited the monument in London. So who visited the monument in London؟ دانا. So دانا is the one who visited the monument. Okay، دانا اللي زارت. فبتحكي معاها ماي انه هي كتير مبسوطة وانه شو صار ما بعرف كتير عن المونيومنت هذا، فصارت دانا تشرح لها عن الفاير يلي بلش او اللي يعني تم ارتكابه سنة 1666. بعدين صارت تشرح اكتر دانا وصارت تقول انه بلش الحريق في بيكري في شارع بودينج لين، وبلش من الفرن وصار يمتد لانه الحاوسز were made of wood، كانت مصنوعة من خشب، وأخذت معاهم 4 days لحد ما قدروا يطفوا النيران هاي، لأنه ما كان أصلاً في طفاية حرائق وأشياء زي هيك، يعني ما كان في حافلات في ذلك الوقت للإطفاء. وبس هون بيحكوا كانوا زمان يعني بس يرموا يعني دلاوة من المي عشان يطفوا الحرائق. هاي القصة نحنا تذكرناها بشكل سريع. So let's see كل واحد منهم شو حكى. Okay، so May in the first sentence said I saw on your blog that you visited the monument in London. فعليا هاي الجملة اللي حكتها May to Dana. Dana هي اللي حكت the fire burned for 4 days. إذا the fire burned مش no ولا do for 4 days. شو يعني do for 4 days؟ ما بزبط. So burned. هنا you visited سهلة وواضحة. Number 3 May هي اللي حكت what did you think لما رحتي لهناك. What did you think؟ اوكي، يعني لما رحتي لمنطقة المونيومنت هي عم تسأل دانا what did you think there of this whole site. حكت برضو May هي اللي حكت I didn't know that she was talking about the fire, who started the fire and what happened exactly. ما كانت عارفة فصارت تحكي I didn't know that. هنا what did you think رح نحط. قالت دانا هي اللي قالت I thought it was brilliant. I thought it was brilliant. هاي جملة دانا. The last one May هي اللي حكت so what did people used to do when there was a fire. هي اللي سألت زمان What did people used to do؟ شو كانوا الناس معتادين هم يسووا لما فجأة يصير حريق؟ فعلت لها دانا إنه they used buckets of water، صح؟ Yes. فإذا what did they used to do؟ بهيك نحن بنكون حطينا كل الكلمات في أماكنها الصحيحة. Now let's go to the next question which is number 2. هون شو مطلوب منا يا سابع؟ Let's read the dialogue again. نفس الديالوج يعني نفس الستوري اللي قرأناها في الستودنت بوك راح نرد نقرأها. Then we have to put true or false then explain your answers. إذا مطلوب منا نحط true or false
بعدين بدنا نوضح ليه ترو وليه فولز بنفس الوقت، يعني لازم نكون فاهمين نحن عن شو بنحكي بالضبط. طيب خلينا نجرب نشوف the first one كيف حلوها، كيف الكتاب حلها عشان نجرب نعمل زيه. Number one, May wrote a blog about the monument. Was it May who wrote a blog about the monument? No. مش هي اللي كتبت عن المونيومنت، اللي كتبت هي دانا، because Dana is the one who visited that monument. إذن Dana wrote the blog. فأول شيء بنحط دائرة على false ومنصحح المعلومة، حتى لو إنها true كمان بدنا نفسر ونقول ليه إنها هي true. طيب number two, Dana really enjoyed visiting the monument. Was it right? Yeah, of course. إذا منحط دائرة على true ومنحكي له منقول لأنها she said she thought it was brilliant. يعني أنت لما تحكي عن مكان إنه it was brilliant يعني it of course means that you like it so much. Okay؟ يعني ممكن هنا في تفسير الجملة الصح يا سابع you can add a proof. ممكن تضيف أنت عندك proof من النص نفسه إن هي شو حكت عشان إنه عن جد عجبها المكان. Number three, May had never heard about the monument before. May had never heard. لا هي سمعت. She had heard about it, but she was not sure of the whole يعني of the whole information. يعني هي ما كانت she didn't have all the pieces of information. يعني كانت عارفة الجزء، عرفت إنه في فايل، في نيران، في فاير، but she didn't know the whole story. كل القصة كاملة she didn't know how it started. So منحكي false. She knew there was a monument about the great fire. بالعكس هي كانت تعرف إنه في نصب تذكاري تم إنشاؤه بسبب هذه النيران العظيمة اللي صارت هذا الحدث، بس ما كانت تعرف بالضبط كيف بلش. Okay. Number four. Nobody knows how the fire of London started. No. كيف إنه nobody knows؟ بالعكس بيعرفوا هن بالضبط كيف صار النار. كيف؟ The fire started in an oven in a bakery. بلش بمخبز، بفرن صغير جوا هذا المخبز. أوكي؟ ولعت فيه النار، فولعت البيوت وظلت تحترق لندن لمدة 4 أيام. Number five. There was a fire brigade, but they were too slow. كان في fire brigade at that time. انت بتحكي عن سنة 1666 يعني 1666. There was no fire brigade. ما كان في اي fire engine في ذلك الوقت. ما كان في سيارات اطفاء حرائق ونيران. No, no, no. Still was not invented. So بنحكي false. There weren't fire brigades in those days. طيب let's go to number three. في عنا هنا استماع. ممكن اسمعه هنا في الكيو ار يا سابع، بتقدروا تسمعوا لهون، وممكن بنفس الوقت انه انتو تحسروا شو ممكن يكون من خلال الديالوج هاي، لانه الديالوج موجود امامك، فسهل انت تحط هون واتساب او تحط هون that's amazing. كله بالتجريب، دائما بزي هيك بدنا نجرب عشان نشوف اذا زبط الديالوج حسب السياق أو ما يزبط. So the first one. في عنا مرتين رح نستخدم جملة that's amazing ونحطها بالفراغ المناسب. ومرة واحدة لما يكون عندك واحد زي هيك إنه مرة واحدة رح تكتب what's up. ومرة واحدة رح تكتب oh no that's awful. Okay؟ خلينا نشوف. Number one, you look sad. What's up? I didn't do well in my maths test. إذا أنا بحكي لصاحبي لصديقتي بقولها what's up شو مالك why you look sad ليه زعلانة، فبتقول لي I didn't do well in my exam، فقول oh that's okay أو مثلا oh I'm sorry to hear that. Okay هاي number one. Let's go to number two. A بحكي مع B بقول له my family won a trip to Petra. Wow that's amazing. خبر حلو إنه واحد فاز بتيكت ليروح على البترا، فتقول له that's amazing you're so lucky. انت محظوظ اكيد. فهون استخدمنا that's amazing مرة، بضل كمان مرة ممكن استخدمها. So let's go to number three. A is talking to B بيقول له it rained every day when I was in Ireland.
It rained every day when I was in Ireland. Oh no, that's awful. Poor you. طيب ممكن نحن نحط that's amazing. طب خلينا نجرب ونحطها. إنه حلو الشتاء، في ناس بتحب الشتاء وإنها شتت مرتين. لو نجرب نحكي that's amazing poor you، يا مسكين poor you، بيزبط أحكي that's amazing يا مسكين؟ شو يعني؟ it doesn't work، ما بزبط معانا نحن نعمل إشي إيجابي مع إشي سلبي. هلا معناها إنه هو أكيد زعلان، أنت لما تروح رحلة وفجأة ضلها الدنيا تشتي عندك، فأنت هيك خربت كل مخططاتك. You can't go out, you can't go shopping, you can't enjoy the weather, you can't take photos, you would feel so cold, so you need to get some jackets. Okay، فإنه بتشعر بال يعني الانزعاج. Alright، صح. فإذا لازم نحط جواب Oh no, that's awful, poor you، يا مسكين هيك صار معك. تمام، let's go to number 4. A is talking to B. بقول له I got all the answers right in the test. I got all the answers right in the test. كل إجاباتي صح. فشو رح أحكي له مباشر؟ رح أحكي له That's amazing. Good for you. برافو عليك. That's amazing. Okay. طيب يا حلوين، نحن بهيك خلصنا يا سابع درسنا لليوم. المرة الجاي رح نحكي شوية grammar. This is lesson number 4. We'll see you إن شاء الله next time. لا تنسوا تشتركوا بالقناة للي لسه ما اشترك معنا، وللي حابب أيضا يخبر أصحابه عنا ويشير كل هالفيديوهات هاي، يا ريت إنه تشيروا فيديوهاتنا لكي تصل لأكبر قدر ممكن من الناس لكي تعم الفائدة. وأي حدا حاب يحضر أي فيديوهات تانية بيروح على قوائم التشغيل، بيشوف فيديوهات في العربية، بيشوف عربية لغتي، بيشوف بالعلوم، بالرياضيات، بالإنجليزي، بالاجتماعيات، كل المناهج الجديدة صارت نازلة. شكرا لكم يا حلوين، وإلى لقاء قريب. Goodbye.